أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إزاء المستشفيات في غزة في ظل المزاعم الإسرائيلية باستخدامها من قبل الفصائل الفلسطينية لتنسيق هجمات. لفت بايدن إلى أن هناك تنسيقا بين مع الإسرائيليين بهذا الشأن. يأتي هذا في الوقت الذي وقع فيه أكثر من 400 مسؤول أمريكي يمثلون 40 وكالة حكومية، خطابا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء إسرائيل وفق ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز.